النهارده عندي وصفه حلوه قوي، ما بتاخدش وقت خالص. وصفه كل الناس بتحبها، الستيك. الستيك حاجه يعني سهله وليه طرق كتير جدا، احنا عملنا كذا طريقه في كذا حلقه. النهارده هعمل وصفه اساسها الليمون والكمون، ومعاها زي ما انتم شايفين قطع طماطم مشويه مع النعناع مع الكزبره، وهعمل كمان رز بالمشروم والخضار. رز غني جدا هيعجبكم قوي، وجبه صحيه وممكن تتشوي على الفحم، ممكن تعمل على الجريل، ممكن تدخل الفرن، وما تاخدش وقت خالص معانا في السوا. هنعمل ايه؟ هقول لكم الاول المقادير. هنستخدم الستيك مشوي مع سلطة الطماطم المشوية. هقول مقادير السلطة ومقادير الستيك، وبعدين بعد الفاصل نرجع نقول الرز. هنبتدي بالستيك مع بعض. استخدم له واحد معلقة كبيرة من بشر الليمون، وده مهم قوي، ده اساس الوصفة دي. واتنين فص ثوم مفروم، وتتفرم كويس قوي عشان ما يتحرقش معانا. ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة من بذور الكمون. لو مفيش بذور الكمون ممكن تستخدموا كمون. واحد معلقة صغيرة من الزعتر المجفف، ده بيبقى طعمه حلو مع اللحوم عامة. ونص معلقة صغيرة فلفل حار شطة يعني، ونص معلقة صغيرة ملح، واثنين شرايح لحم وزنها 150 جرام. انا عايزاها مش سميكة قوي، مش ستيك سميك جدا، عايزاها ستيك متوسط في سمكه. وثلاث حبات من الطماطم، وهستخدم كزبرة طازة، وهستخدم نعناع طازج، وحبة وواحد حبة من البصل الأحمر، وواحد حبة من الفلفل الأخضر، ومعلقة صغيرة من زيت زيتون، وعصير ليمونة، ونص معلقة من الملح. ده بالنسبة لسلطة الطماطم. ومقادير الستيك احنا قلناها. هبتدي استخدم دلوقتي التوابل بتاعة الستيك. التتبيلة بتاعته هتبقى توم، وده الليمون المبشور، ده مهم قوي في الستيك ده. واستخدم زعتر، الكمية دي كبيرة شوية. الشطة دايما دي حاجة اختيارية، لو حد مش بيحب الحاجة حارة يعني مش لازم تحطوها، بس هي بتبقى حلوة مع الليمون مع طعم المزز والكمون، كمل الطعم بتاعي. واحط رشة ملح ورشة فلفل صغيرة جدا بما اني حاطة شطة، فمش هزود من الفلفل الاسود. في حالة ان انتوا ما عندكم وقت وسبتوا الستيك ده يقعد في التتبيلة شوية، مش هتحطوا له الملح بتاعه غير لما تبتدوا في السوا عشان ما يشدش الانسجة بتاعته. حط شوية زيت، ونبتدي نسخن الجريل جامد قوي عشان انا عايزة اديله صدمة في الاول قوية جدا. ابتدي اعمل كده، هي تتبيلة بسيطة مفيهاش مقادير كتير، بس متستغنوش عن الليمون المبشور ده عشان ده مهم قوي فيها. الناس اللي مش بتحب طعم التوم يكون باين قوي ممكن ياخدوا نفس التتبيله دي يخلطوها في الخلاط، فتبقى زي عصير زي مية البصل. الناس مش بتحب طعم التوم، عشان في ناس ما بتحبش التوم يجي في بقها، عادي ممكن يعملوا كده. كده التتبيله جاهزه، هبتدي احط فيها شرايح الستيك. بس قبل ما احطها، بس الاول هشرحها كده، اديها فراغات، عايزه التتبيله تدخل فيها وفي نفس الوقت يبقى ليه شكل حلو. ندخل جواها كويس قوي التتبيله كده زي ما انتم شايفين، ولو زودنا عن 3 قطع نزود التتبيله بالمقدار، يعني بالمقدار لو 6 قطع نضاعف التتبيله المقدار بتاعها مرتين. لو قعدتوها طبعا 4 ساعات مثلا قبل ما تعملوها، اي وقت قبل ما تعملوها تاخد طعم احلى وهتبقى الطف، والزيت هيخليها تكون اطرى. لو ما قعدتوهاش زي ما انا عملت دلوقتي تحطوا الملح مباشرة، لكن لو هتقعدوها في التتبيلة ما تحطوش الملح غير لما تبقوا خلاص جاهزين على السوا. حط شوية زيت مش كتير، ونبتدي نصدم الستيك مع بعض. زي ما قلنا ده ستيك سمكه مش كبير، مع صوص الطماطم اللي هنعمله، صوص كده مدي على صوص مع سلطة، حاجة حلوة قوي.
مش زي صوص المشروم لان فيه قطعه طماطم مشويه كبيره. تبتدي دلوقتي تسخن بس الطاسه كده معايا، نبتدي نحطه على طول، نديله صدمه. بصوا لونه حلو جدا وهيطلع معاكم فيه طعم ليمون قوي مع الثوم، هيدي ميكس حلو قوي. نبتدي نصدم الستيك كده مع بعض. انا معليه الحراره على اعلى حاجه وبعدين هنزل للوسط بس لما تتشد الانسجه بتاعته. هاخد بقيه التتبيله كده، زي ما قلت لكم ان مش حابب طعم الليمون يخلط التتبيله في الخلاط، يعملها زي ميه البصل. هطلع فاصل ونرجع نقول مقادير الرز مع بعض، نعمله مع بعض هو وسلطه الطماطم المشويه، يكون الستيك بدا يستوي شويه. ورجعت لكم بعد الفاصل، وزي ما انتم شايفين الستيك بدا يطلع دم من الناحيه دي، هو كده ابتدى يدخل في مرحله السوا بتاعته. نبتدي نقلبه الناحيه الثانيه. بصوا علشان ادينا له درجه الحراره العاليه الانسجه بتاعته تشدد بسرعه ومش هياخد وقت معاكم خالص في السوا. بس هو ابتدى من ناحيتين يبقى لونه حلو قوي وريحته جميله جدا وطعم الثوم واضح جدا هو والليمون. وبصوا الثوم عشان كميه الزيت اللي ظبطناها في التتبيله ما اتحرقش، عشان حاطين ليه حاجه تعزله عن الحرق. اول ما يبتدي يتحرق كده من الجناب يبتدي لونه يفتح ميبقاش فيه اي دم كده، هو وصل لنص السوا بتاعه. نبتدي ندخله على طول مع بعض الفرن. انا عايزه طعم الصوص بتاعه يبقى فيه، اللي مش عايز طبعا الدهون دي مش لازم يحطها. ندخلها الفرن تكمل سواها، هتاخد يعني تلت ساعه. انا عايزه الطماطم يبقى فيها شويه الحروقه دي، يعني كده ما بجيبش هي بتبقى كده. الصوص اهو جهز معايا. نبتدي نقلب الرز مع بعض، نسيبه كده لحد ما ينزل ونبتدي نقدم الستيك مع بعض. هاخد قطعتين من الستيك، طبعا لو هتقدموه يعني للأسرة ممكن تحطوا 3 قطع، بس لو شخص يعني أعطتنا قطعتين كفاية. نبتدي ناخد مع بعض سلطة الطماطم اللي هنحطها جنبيه، تكون كده احنا بس حطينا الطماطم في نفس الجريل اللي اتعمل فيه الستيك، ما حطيناهاش اي بهارات لان هحط دلوقتي عليها الصوص بتاعها اللي هو بالنعناع والكزبره والبصل. الحروقه اللي في الطماطم دي دهون الستيك، ده مش عدم سوى يعني. ابتدي دلوقتي احط عليه الصوص بتاعها.